السلام عليكم تلميذ سنة ثالثة من التعليم الابتدائي، عندنا كتاب فضاء الرياضيات، أنشطة تقويم تشخيصي، الصفحة 7، التمرين السادس، أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية. عندي هنا العدد، العملية الأولى فيها الجمع 59، عندي 926 المجموع، إذا أنجز 9 + كم؟ في العملية الأولى تساوي 6، لا يمكن، إذن خص تكون هنا عندي 16، 9 + كم؟ تساوي 16، إذن +7 تساوي 16. أكتب 6 وأحتفظ بواحد، هو واحد هنا عندي فوق 5. 5 + 6 +كم؟ تساوي 2، إذن لا يمكن، غادي تكون عندي 12. إذن 6 + 6 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 1 نكتبه، إذن 1 + كم؟ تساوي 9 + 8، نكتب 8. العملية التالية عندي فيها الجمع أيضا، عدد +8 تساوي 6، لا يمكن، هنا المجموع عندي 16، غتكون 16، إذن 8 + 8 تساوي 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد. 1 + 4 هو 4، هنا 5، 5 + كم؟ تساوي 8، إذن 3. ثم 3 + 6 تساوي 9. العملية الثالثة، 8 - 2 تساوي 6، نكتب 6. عدد -5 تساوي 4، إذن ممكن ندير العكس، 4 + 5 تساوي 9، إذن العدد هو 9، 9 - 5 تساوي 4. العملية الرابعة عندي الطرح، 3 - 5 لا يمكن، هنا أضيف 1 - 10، 13 - 5 تساوي 8، أرد هذا الاحتفاظ إلى مكانه، هنا عندي 4 + 1 = 5. إذن عدد -5 تساوي 8، أو نديرو العكس، 8 + 5 تساوي 13، إذن غتكون عندي هنا 3 + 1 احتفاظ هنا فوق منه، 13 - 5 تساوي 8، هذا الاحتفاظ أرده إلى مكانه، 6 - 1 تساوي 5. العملية الأخيرة عندي فيها الضرب، 7 ضرب في عدد تساوي 8، هنا أستعمل جدول ضرب لـ7، 7 في 1 = 7، 7 في 2 = 14، إذن عندي 4، 7 في 3 = 21، إذن عندي 1 - 1 لا يمكن، 7 في 4 = 28، إذن رقم الوحدة 8، هنا صحيح 7، أكتب 4، إذن 7 في 4 = 28، أكتب 8 وأحتفظ بـ2، 4 في 3 = 12، +2 تساوي 14، إذن أكتب 4 وأحتفظ بـ1، 4 في 2 = 8، +1 احتفاظ 9. نأتي إلى السؤال السابع، أحيط بخط أثقل علبة،
نلاحظ في هذا الميزان عندي أثقل علبتي هي العلبتين كاين حمراء وكاين صفراء، إذا الصفراء أثقل من الحمراء. وعندي الميزان الثاني صفراء، علبة صفراء وعلبة خضراء، نلاحظ أن الخضراء أثقل من الصفراء. إذا العلبة الخضراء بما أنها أثقل من الصفراء، العلبة الصفراء، فهي أيضا أثقل من العلبة الحمراء. إذا أثقل علبة هي ذات اللون الأخضر. تمرين الثامن، أربط كل ساعة عقربية بالساعة الرقمية المناسبة. نلاحظ هذه الساعة عندي فيها هنا الساعة 7:15، أو 7:15، إذا نربطها هنا عندي 7:15. الساعة الثانية عندي هنا 9:30، 9:30، إذا نربطه 9:30. وأخيرا عندي هنا الساعة الثامنة، إذا نربطه أيضا 8. نأتي إلى التمرين التاسع، أحسب المبلغ. عندي هنا النقود، أحسب هذا المبلغ. نلاحظ النقود عندي هنا 100 درهم، 50 درهم، إذن 100 زائد 50، 150 زائد 20، إذن 170 زائد 10 دراهم 180، المجموع 180 زائد 5، إذن المجموع 185 زائد درهمين 187 زائد درهم 188 درهم. الآن نأتي إلى السنتيمات، عندي 50 سنتيم زائد 20 هي 70 سنتيم زائد 10 هي 80 سنتيم. إذا نكتب العدد 388 درهم وثمانون سنتيم. التمرين العاشر، تتوفر التكريت على 872 درهم، أنفقت منها 739 درهم، كم بقي لديها؟ كم بقي لديها؟ إذن نضع العملية وننجزها على هذا الشكل. لاحظ عندي هنا تتريز عندها 872، أنفقت 739. إذن السؤال كم بقي لديها؟ قلنا نضع العملية على هذا الشكل، 872 ناقص 739، ونلاحظ أننا نضع الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. إذن 2 ناقص 9 لا يمكن، فيكون 1، 12 ناقص 9 تساوي 3. أرد الاحتفاظ إلى مكان، إذن تصبح 4، 7 ناقص 4 تساوي 3، نكتب 3، 8 ناقص 7 تساوي 1. إذن العدد 133. إذن بقي لديها 133 درهم.
العمليات كالتالي 872 ناقص 739 تساوي 133 درهم. سؤال 11، يتوفر بائع البيض على 75 علبة، 75 علبة، تحتوي كل علبة على 6 بيضات، كل علبة 6 بيضات، كم لديه من بيضة؟ إذن شحال من بيضة عنده؟ إذن نجي العملية، عمليته ستكون عملية الضرب. 75 مضروبة في 6، إذن ماذا أجدول؟ 75 مضروبة في 6 ننجز العملية، 6 مضروبة في 5 تساوي 30، أكتب 0 وأحتفظ بـ3، 6 مضروبة في 7 42 زائد 3 45، أكتب 45، إذن العدد 450، إذن لديه 450 بيضة.